السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا حياكم الله. في بعض الرجال يحقدون على النساء، يقولون إن النساء كلهم ماديات، وإن لما تشوف شخص يعني عنده مستوى عالي من مال ومن دراسة وكذا تروح عنده يعني، وتخلينا إحنا لأنه إحنا وضعنا مش تمام. طيب خلينا نتناقش في الموضوع هذا، بما إنه يعني إنه أحب أساعد يعني سواء الرجال أو النساء في المواضيع الاجتماعية هذه. أولا، هذا التقييم هو تعميم ولا يجوز التعميم دائما، أكيد في نساء ما تفكر بالطريقة هذه، وفي نساء أكيد حيكونوا ماديين زي ما كان في رجال ماديين، أكيد في نساء ماديات صح؟ فإحنا ما قاعد نتكلم عن الموضوع هذا، ولكن انظر للموضوع بموضوعية أيضا. يعني الآن الرجل اللي ما شاء الله تبارك الله درس ثانوية وجامعة ويمكن ماجستير، أوكي، ويمكن دكتوراه كمان، طيب والآن عنده مثلا ما شاء الله منصب جميل في الحياة، إيش الصفات اللي تشوفها أنت في هذا الرجل اللي يخليه تحس إنه هو اللي جذب المرأة، مو ماله بالضبط أو مو منصبه بالضبط؟ في صفات كثيرة، أعطيك مثلا مثال منها صفة الالتزام. هذا الشخص مضطر إنه يروح يوميا على المدرسة والجامعة وكذا لين ما يخلص، صح ولا لا؟ حس المسؤولية، كان يحل واجبات ويودي ويعمل وينجح سنة بسنة بسنة لما يطلع ولما يوصل، صح ولا لا؟ عنده الصبر عالي جدا، لأنه صبر وتحمل كل هذا الوقت هذا من عمره عشان يوصل هذا المنصب. ففي صفات، هذه الصفات الجميلة الثلاثة اللي ذكرت لك إياها صفات جدا تغري أي امرأة في الرجل، لأنها تعطيه إحساس بأنه هو قوي، وإذا صار ما صار وشدة الظروف مثلا عليهم حيكون هو السند، حيكون هو المتكأ بعد الله عز وجل، تقدر تعتمد عليه، صح ولا لا؟ فهتشوف انه ايوه يعني هو كفء انه يكون زوجي، يكون قائد، يكون يعني مدبر، يكون عنده قدرة حل مشاكل. فإذا أنت مثلا حاليا أنت ما عندك هذه الأشياء بسبب الظروف مثلا السابقة، ما كان عندك إمكانيات دروس، ما عندك كذا وكذا، حالتك الآن فقيرة تعبان أو شيء، حاول أنك يعني تحسن هذا الوضع، لا تستسلم له. الفقر ما هو قدر أبدي، يمكن هو حالك الآن، لكن اشتغل على نفسك، يعني مثلا تعلم مهارات، خذ دورات، خذ دراسة، اشتغل، ارجع للدراسة مثلا كذا، يعني ابني نفسك لفترة معينة، وصدقني بكرة حيكون البنات يعني هم أيضا يقبلوا بهذا الشيء يعني، ويحبوك بالعكس إنه هذا الشيء موجود فيك يعني. طيب، فهذه النقطة حبيت بس ألفت نظرك لها، يعني لا تأخذها إنها حساسية وتقعد إنه هم بس يحبون كذا وتيأس من النساء، لا، أكيد إنه في نساء كثير فيهم خير ويشوفون ويقدرون رجل اللي هو صح. طيب، بالنسبة للمرأة عندي لك يعني كلام على جنب كذا. أحيانا المرأة يعني تنظر للزواج كبرستيج اجتماعي، فمثلا هي تبغى الرجل هذا اللي هو دكتور ولا مهندس لأنها تبغى تقول إن هي زوجة الدكتور، أوكي، تحس إنه كذا حاجة حلوة وتتفاخر فيها على صديقاتها. طيب، ولكن احذري من هذا الشيء. صحيح الرجل هذا زي ما قلت عنده صفات حلوة من ناحية المسؤولية والالتزام وهذه الأمور، ولكن ما عنده، مش بالضرورة يكون عنده المهارات اللي تحتاجينها أنتي كزوجة في الزواج، لأنه للأسف شديد مجتمعاتنا الشرقية تبجل وتقدس الشخص اللي عنده شهادات عليا، أوكي، فتقديس هذا اللي حصل المجتمعي للشخص هذا اللي عنده شهادات عليا خلاه ما يحس إنه يعني محتاج يطور مهاراته الحياتية ولا مهارات التواصل ولا مهارات اللي هي يقدر يكسب فيها الآخرين، حاس إنه هو كذا بالحال وكذا بشهاداته كفؤ، وإنه أنت لو ما قبلتي 20,000 ثانية غيرك تقبل. فهو مش حاسس، يعني مش كلهم طبعا أكيد، يعني اللي عنده وعي اشتغل على المهارات هذه، لكن اللي ما عنده وعي حيكون يعني تلاقيه ممكن في التواصل أبدا صفر 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 صفر، فحيهمشك وحاسك دائما بأنه أنت أقل منه وأنت غبية وإنه أنت، عارف كيف؟ فانتبهي من هذه النقطة. المهارات اللي تحتاجيها أنت مثلا كزواج، مهارات اللي يكون عنده تواصل جدا مهمة، تواصل communication skills، هذا يكون عنده عالي، عنده يكون مهارات الذكاء العاطفي، عارف كيف؟ يعرف يعني يضبط انفعالاته ويضبط يعني تصرفاته زي كذا، ويقدر يتعامل معاكي لما أنت تكوني منزعجة ولا متألمة ولا حزينة، يعرف يتعامل معاكي، فهمت علي؟ فهذه كلها من المهارات اللي لا تسعين لها. عنده حس التعاطف والرحمة،
هذه جدا مهمة أيضا. فإذا كان متعالي وشايف نفسه إنه حاسس إنه هو يعني ما جابتوش ولادة يعني، أكيد حيتعبك، فهمت علي؟ فلا تنغري بالشهادات وتقولي إنه خلاص هو هذا بس الشخص اللي حيكون يسعدني لأنه عنده مثلا مال، أو مثلا يكون عنده يعني سلطة أو نفوذ أو أي شيء من هذا القبيل. مش بالضرورة، أنت اللي محتاجته مهارات حياتية بسيطة، لكن مش كل الناس اشتغلوا على نفسهم فيها وطوروها، فخليك حذرة من هذا الشيء أيضا. والشخص الفقير اللي مثلا حالته الآن فقير، مثلا تو يدوبك خرج من الجامعة ولساته قاعد يدور شغل وكذا ويتقدم لك، هذا عادي يعني اقبليه، لأنه مثلا يعني لساته هو بداية حياته بس ماشي في الطريق الصح، حتى لو ما عنده الآن المال لكن عنده المهارات، عنده الطموح، عنده المثابرة، يشتغل قاعد يبحث، عارف كيف؟ فهذا لا، هذا أيضا يعني ما ينخاف منه. من اللي نخاف منه؟ الفقير، الفقير اللي هو عايش دور الضحية، عايش دور الضحية والمؤامرة، عارف الكلام هذا كله اللي هو أنا كل شيء ضدي والحكومة ضدي والناس ضدي والعالم ضدنا وكذا. هذا الشخص أهربي منه فعلا صراحة، لأنه ما رح يتغير كثير، هذا عارفة عايش دور الضحية ويبغى الناس كلها تتعاطف معه يعني، فما راح ينفع. لكن لو عنده طموح وماشي ما شاء الله، مش طموح حقيقي لا تشوفينه كمان، لأنه في بعضهم برضو يمثلون يقول لك إنه أنا عندي طموح وكذا، هو أصلا ولا هو هنا ما عنده أي طموح في الحياة، بس قاعد يمثل لك إنه هو خطير، فهمت علي؟ فأيضا انتبهي إنه فعلا اللي يقوله قوله فعل، عرفتي؟ بس هذا الأشياء اللي خطرت في بالي، موضوع النساء الماديات هذا، فبطلوا حساسية وكذا وتحسون المرأة كذا، مرأة كذا، ما في شيء اسمه المرأة كذا، احنا انواع واشكال ونجي زي ما انتم اشكال وانواع، احنا كمان نفس الشكل ايضا. يلا السلام عليكم.